أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في المحاضرة الأولى لمادة أساسيات الليزر لطلاب المرحلة الثانية، الكورس الثاني العام الدراسي 2019-2020. في هذه المحاضرة راح نتطرق إلى معنى كلمة ليزر، الفرق بين ليزر والضوء الاعتيادي، معنى absorption والإميشن، وراح نختم المحاضرة بذكر أبرز خصائص ضوء الليزر. كلمة ليزر هي جاية من المختصر للأحرف الأولى لعبارة Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation، نقصد بها تضخيم الضوء اللي ناتج منين من Stimulated Emission، من الانبعاث المحفز للإشعاع. حقيقة أول ما اخترع الليزر اخترعه بترددات غير مرئية، لهذا سموه بالميزر، وهي استخدام المايكروويف فريكوانسيز بدل عن اللايت فريكوانسيز. فكلنا نعرف انه اللايت فريكوانسيز هي الترددات اللي تكون مرئية للعين المجردة او قريبة من المرئية، لكن الترددات المايكروويف هي تكون غير مرئية للعين المجردة. فحتى نسوي مقارنة بين الليزر واللايت الاعتيادي، فالضوء الليزر هو ناتج من انبعاث محفز للإشعاع، بينما الضوء الاعتيادي هو ناتج منين من انبعاث تلقائي للإشعاع spontaneous emission. ضوء الليزر يكون متشاكه، بمعنى أنه ينتقل بأطوار متشابهة، بينما الضوء الاعتيادي هو يكون غير متشاكه، أي الموجات مالته تنتقل بأطوار مختلفة. ضوء الليزر يكون مونوكروماتيك أحادي الطول الموجي، بينما الضوء الاعتيادي يكون بوليكروماتيك، أي متعدد الأطوال الموجية. كلنا نعرف أنه ضوء الليزر تكون الاتجاهية مالته عالية، بمعنى أنه ينتقل لمسافات طويلة بشكل حزمة، بينما الضوء الاعتيادي يكون ينتقل يكون مساحته جدا كبيرة، بالنتيجة ما ينتقل لمسافات طويلة. ضوء الليزر أو جهاز الليزر عادة يوجد بنوعين، نوع ينطي continuous wave والنوع الثاني ينطي pulse wave. continuous wave يعني إشعاع ليزر مستمر مثل هذا اللي عادة نشوفه بالميدالية، بينما pulse wave ينطي الجهاز الليزر ينطي نبضة للليزر ويتوقف، وينطي نبضة أخرى ويتوقف. التحويلات الزمنية اللي راح تحتاجوها خلال هذا الكورس، خاصة بالتعامل مع أنواع الليزرات النبضية، هي مايكرو سكند، نانو سكند، بيكو سكند، وماذا يعادلها بالسكند. هاي يجي نوع تحويلات راح تحتاجوها في حل المسائل الرياضية. هنا راح نسوي مراجعة سريعة للموجات الكهرومغناطيسية، وماذا نقصد بالتحديد، ماذا نقصد بـ wavelength والتردد. العلاقة الرياضية اللي تربط بين الـ wavelength طول الموجي والتردد ميو هنا، هي التردد يساوي لي سرعة الضوء على الطول الموجي. أوكي، كلنا نعرف سرعة الضوء هي ثابتة 3×10^8 متر over second، بينما التردد والطول الموجي هما يتناسبون عكسيا وهما دالة للموجة المعينة. فإذا نجي للشكل 1-3 راح نشوف انه الترددات هذه الأطوال الموجية تختلف كل ما انتقلنا gamma rays, x-rays, UV visible, microwave, radio wave. فالترددات هنا ده تختلف، فده نشوف انه الطول الموجي كل ما ده تنتجه بهالاتجاه الطول الموجي شبيه يقل، بينما التردد هنا ده يزيد. كيف ممكن نوضح اكثر معنى الطول الموجي والتردد؟ نجي على هذه الموجة. عادة الموجة الكهرومغناطيسية تتكون من مجال كهربائي ومجال مغناطيسي متعامدين على بعض. التردد إذا نرسم هنا الموجة الكهربائية اللي هي عبارة عن ساين ويف، فالمسافة بين قمة وقمة هذا هو طول موجي واحد، أو
قعر وقعر، هذا هو طول موجة واحد. أوكي، بالنسبة للتردد هو إيش قد ممكن يتردد الطول الموجي خلال 1 second لفترة زمنية محددة. بمعنى خلي نقول أنه هذا الطول الموجي بلشت الويف منه من هذه النقطة، أوكي، صعد نزل بعدين نزل بعدين صعد إلى حد هذه النقطة، كمل عندي ويف لينث. ورا هذه النقطة راح يبدي الويف لينث يعيد نفسه فيتردد، أوكي. فهذا اللي نقصد به بالتردد، إنه كم ويف لينث في تردد، كم ويف لينث يتردد خلال 1 second. إذا نجي نوضح هذه الفكرة أكثر، نرسم بين الامبليتيود وتايم لموجتين مختلفات، أوكي، هذا تايم امبليتيود. فلنفرض أنه ال 1 second تخلص هنا، يعني من هنا إلى حد هنا هذه هي 1 second، ونفس الشيء بالنسبة للويف الثانية 1 second، هذه هي نسميها ويف 1، هذه هي نسميها ويف 2. alright، فالموجة الكهرومغناطيسية اللي تشكل لي ويف 1 تبدي بهالشكل هذا، بينما الموجة الكهرومغناطيسية في ويف 2 تكون بهالشكل. اوكي، احنا نعرف انه المسافة بين قمة وقمة هي تشكل لي 1 ويف لينث، اوكي، قمة وقمة هذه 1 ويف لينث، او قعر وقعر مثل ما قلنا، اوكي، نفس الشيء. فإذا نجي هنا على كم ويف لينث بويف 1، واحد، صح؟ قمة قمة واحد ويف لينث، بينما بويف 2 كم قمة صار عندي؟ منا إلى حد هنا واحد، منا إلى حد هنا هذا همينة اثنين، إذن هنا عندي 2 ويف لينث، أوكي؟ فهنا عندي 1 ويف لينث في 1 second، هنا 2 ويف لينث في 1 second. إذن وين يا ويف اللي هو دي يتردد الطول الموجي أكبر؟ هنا دي يتردد الطول الموجي أكثر. ليش؟ لأنه ب 1 second طول الموجي تردد مرتين، بمعنى أنه هنا التردد 2 هرتز بينما هنا التردد 1 هرتز، أوكي؟ زين، إذن هذا هو المقصود بالتردد. نجي على الطول الموجي، كيف ممكن يتناسب عكسيا؟ مو قلنا احنا تردد يساوي c over lambda، اذا دي يتناسب عكسيا، هذا يزيد المفروض هذا يقل. كيف ممكن هنا نشوف دي يقل الطول الموجي؟ نجي على المسافة بين القمة والقمة هنا، والمسافة بين القمة والقمة بهذه الويف 2، اذا حتى لو نقيسها بالمسطرة راح نشوف انه هذه خلينا نقول 10 سنتيم لنفرض، بينما هنا 5 سنتيم، واضح؟ فإذا نشوف أنه المسافة بين قمة وقمة بالويف 2 صارت جدا قليلة مقارنة بالمسافة بين قمة وقمة بالويف 1. إذا نستنتج أنه من يزيد التردد كما في ويف 2 قل عندي المسافة بين قمة وقمة، أي بمعنى أنه قل عندي الطول الموجي، ونفس الشيء والعكس صحيح بويف 1، كل ما زاد عندي أو قل عندي التردد كل ما زاد عندي الطول الموجي أو المسافة بين قمة وقمة. هذا الشيء ممكن أنه نرجع للسلايد 3 راح نشوف أنه بهذه المنطقة عندي أكبر عدد من أطوال موجية، لكن التردد هنا نشبي جدا قليل، أوكي؟ التردد هنا هنا التردد جدا عالي. ليش؟ لأنه خلال 1 second زين عندي عدة أطوال موجية خلال 1 second، لكن ده تشوفون المسافة بين قمة وقمة هي جدا قصيرة، بينما إذا نجي هنا خلال نفس السكند راح نشوف أنه عندنا 1 wavelength خلال 1 second، صح؟ إذا هنا الطول الموجي شبي جدا كبير، بالنتيجة التردد هنا يكون جدا قليل.
أتمنى أنه تكون هذه مراجعة سريعة لمعنى التردد والطول الموجي. الليزر أو اكتشاف الليزر تم خلال مكتشفات صغيرة. قبل اكتشاف الليزر هناك عدة اكتشافات قام بها عدة علماء، اللي هي أدت إلى بالنتيجة إلى اكتشاف ضوء الليزر والخصائص الكبيرة لهذا الضوء. فهذه الاكتشافات حطيت لكم إياها في جدول فقط للتوضيح حتى اللي يهتم يشوف ما هم العلماء اللي ساهموا باكتشاف الليزر، وبإضافة إلى تسلسل التاريخي. نجي على موضوع جدا مهم وهو الابزوربشن والإميشن. احنا نعرف ابزوربشن بمعنى امتصاص وإميشن معناه انبعاث. فكيف ممكن يصير عندي عملية الابزوربشن وكيف او شو وقت ممكن تصير عندي عملية الإميشن؟ قبل أن نجي لهذا التفسير هذه المصطلحين، عندي عملية الانبعاث تنقسم إلى قسمين: spontaneous انبعاث تلقائي بمعنى أنه من تلقاء نفسه، وانبعاث محفز بمعنى أنه أنت تقوم بعملية معينة حتى تحفز هذا الانتقال، ما يكون عن طريق، ما يكون تلقائي. فنجي على كل ذرة بالكون تمتلك أعداد مختلفة من الإلكترونات، وبالنتيجة أعداد مختلفة من مستويات الطاقة. فلنفرض أنه ذرة تمتلك مستويات طاقة عدد 2 مثل ما موضح بشكل 1-5. فعادة الذرة بالوضع الطبيعي كل الإلكترونات تكون قريبة من النواة، فأي بمعنى أنه بالمستوى الإلكتروني الأرضي اللي هو يكون عادة قريب من النواة في وضع التوازن أو الوضع الإكوالبريوم. إذا أحفز هذه الذرة وأنطيها طاقة، فهذه الإلكترونات راح ممكن أنه تكتسب هذه الطاقة وتصعد إلى مستوى طاقة أعلى. لكن شو وقت تصير عندي هذه الحالة؟ تصير هذه الحالة فقط إذا نطيت مقدار معين من الطاقة. فبالبداية قبل أن نخوض بهذه العملية، عندي طاقة الفوتون، كل طاقة المستوي، زين، كل مستوي بالذرة إلى طاقة محددة، واضح؟ فشو وقت تصير عندي عملية الأبزوربشن؟ تصير إذا نطيت طاقة تساوي الفرق أو أكبر أو تساوي الفرق بين مستوى الطاقة 2 ومستوى الطاقة 1. فإذا كانت هذه الطاقة، لنفرض أنه E1 يساوي لي 1 إلكترون فولت و E2 تساوي لي 3 إلكترون فولت، فالطاقة اللي واجب أنطيها حتى أسوي عملية absorption يجب أن تكون E2 minus E1، وبالنتيجة تكون جيد 2 إلكترون فولت. أوكي، فهذا الفوتون H mu المفروض يساوي لي 2 إلكترون فولت حتى أقدر أسوي عملية excitation لهذا الإلكترون أو لهذه الذرة، وأخلي هذا الإلكترون ينتقل إلى مستوى طاقة أعلى. طاقة أقل من 2 إلكترون فولت ما راح تسوي عملية absorption، ما راح تسوي عملية excitation للذرة إلا يكون 2 أو أعلى. هذا ما نقصد به بعملية absorption أو الامتصاص. نجي عمل في الذرة من تصعد إلى مستوى طاقة متهيج، خلينا نقول صعدت إلى E2، راح تبقى هنا في E2 لمساف لفترة زمنية محددة. هذه الفترة الزمنية نطلق عليها lifetime، عمر المستوي، خلينا نقول لنفرض أنه 1 أو 2 نانو سكندز. ورا ما تقضي هذا العمر المستوي 1 أو 2 نانو سكندز راح ترجع من تلقاء نفسها علما إلى المستوى الأرضي، ونتيجة لهذا الانتقال راح تنطي فوتون. هذا الفوتون راح تنطي الطاقة اللي اكتسبتها على شكل فوتون، واضح؟ فهاي العملية نسميها عملية الانبعاث التلقائي، إنه الذرة ورغم نسوي عملية excitation عن طريق الابزوربشن راح ترجع على المستوى الأرضي
وتنطي طاقة، هذه الطاقة تساوي فرق الطاقة أو الطاقة اللي اكتسبتها في عملية الـ excitation. هذه العملية نسميها spontaneous emission أو الانبعاث التلقائي علما للطاقة. أكو عملية أخرى ممكن أنه تحدث، اللي هي إذا هذه الذرة من تصعد إلى المستوى المتهيج زين قبل لتوصل أو قبل لتقضي عمر المستوي هناك، خلينا نقول الواحد نانو سكند، في نص نانو سكند أني أنطيها طاقة أو أحفزها أو أنطيها طاقة فوتون، هذا الطاقة فوتون راح تمتص هاي الذرة وبالنتيجة راح أسوي لها عملية stimulated emission أو راح أحفز هذه الذرة أنه تنزل قبل موعد اللايف تايم للمستوي، وبالنتيجة راح ينطيني 2 photons في هذه العملية، اللي هو الفوتون اللي أني حفزتها به والفوتون الناتج من نزولها بشكل محفز. حتى نجي ندرس هذه العملية أكثر، لنفترض أنه عندي 2 level system اللي هو خلينا نقول انه ليزر 2 ليفل سيستم او ذره تمتلك مستويات طاقه 2. فعمليه الابزوربشن من تكون عندي ذره هنا، هذه بالوضع الطبيعي اللي هو الاكوالبريم مثل ما قلنا، كل الذرات او كل الالكترونات تكون قريبه على النواه او بالمستوى الارضي اللي هو E1 هنا، N1 وN2 يمثل لي عدد الذرات او عدد الالكترونات في المستوى الارضي أو المستوى 1، N2 مثل لعدد الذرات أو عدد الإلكترونات في المستوى 2 أو توزيعهم. فمن أنطي فوتون طاقته هي HMU، راح هذا الـ HMU يكون تساوي فرق الطاقة بين 1 و 2، راح بالنتيجة تصير عندي عملية absorption، راح ينتقل هذه الذرة إلى مستوى طاقة أعلى يترك وراء فجوة. نجي إلى هذه خلينا نقول step 1. بستيب 2 اللي هي الذرة هنا أنا بعدها دا تقضي عمر المستوي، إذا بعدها ما نازلة بشكل تلقائي، قلنا إذا هاي تنزل بشكل تلقائي راح تعطي فوت طاقة بشكل فوتون نفس الفوتون اللي اكتسبته، لكن فيما لو هي بعدها بالمستوي رقم 2 وأنا أعطيها فوتون ثاني، واضح؟ أخليها شنو؟ أخليها أسوي عملية stimulated emission، يعني أحفز هذه الذرة أنه تنزل إلى المستوي الأول قبل انقضاء عمر المستوي، فبالنتيجة راح ينطيني فوتونين، هذا الفوتون هو نفس هذا الفوتون، وهذا الفوتون هو ناتج من الطاقة اللي اكتسبته وصعدت إلى المستوى 2، بالنتيجة أنه الـ stimulated emission راح ينطيني 2 photons بدل ما فوتون واحد اللي هو بدل ما التلقائي. الفرق بين أكو فرق جدا كبير بين الفوتونات اللي ناتجة من انبعاث تلقائي والفوتونات اللي ناتجة من انبعاث محفز، اللي هو مثل ما ذكرنا بداية المحاضرة أنه الفوتونات الناتجة من الانبعاث التلقائي عادة ما تكون باتجاهات مختلفة، أوكي؟ فإذا عندي هنا ذرتين، فمن أنطي فوتونين، كل ذرة بالنتيجة راح تمتص فوتون وتصعد، واضح؟ صارت عندي هنا فجوة، صارت عندي فوتونين هنا، إذا نزلوا بشكل تلقائي، فراح ينطيني فوتونات ناتجة من spontaneous emission انبعاث تلقائي، لكن هذه الفوتونات راح تكون باتجاهات مختلفة. ليش؟ لأنه أساس تكوين هو ناتج من انبعاث تلقائي، بينما الفوتونات اللي ناتجة من انبعاث محفز راح تمتلك كلها نفس الطور، نفس الانتنسيتي، نفس المواصفات، وبالنتيجة راح تعطيني ضوء يختلف عن الضوء أو الفوتونات اللي ناتجة من الانبعاث التلقائي. ف spontaneous emission و stimulated emission هذا شرح للي
للعمليتين. فإذا نشوف figure 1.6 فعندي مصدر ضوء اعتيادي اللي هو هذا، فراح نشوف انه من نحط محلل او محزز امامه فبالنتيجة راح يحلل لي هذا الضوء الى اطوال موجية مختلفة، اللي هنا نشوف الاحمر الاخضر الازرق، واضح؟ بينما الليزر ما راح يكون one wavelength، بالنتيجة راح يعطيني لون واحد. فهنا نسألكم سؤال انه شنو نوع الاميشن الناتج من هذا الضوء؟ فالمفروض انه حسب الشرح اللي شرحناه قبل شوية نعرف انه الاميشن الناتج من هذا الضوء هو spontaneous emission، مو صح؟ لانه spontaneous emission يعطيني عدة اطوال موجية وهكذا. خصائص ضوء الليزر، من ضمن هذه الخصائص اللي هي المونوكروماتيسيتي، هي أحادية الطول الموجي، مثل ما ذكرنا أنه نتيجة كل الفوتونات دا تتحفز في نفس الوقت، إذا كل الفوتونات شبيهة تعطيني نفس الطاقة، نفس الاتجاه، نفس الطول الموجي، فعندي الليزر يتكون من أطوال موجية محددة، بمعنى الطول الموجي يحدد لي اللون، واضح؟ فإذا أحط ضوء اعتيادي أمام المنشور فبالنتيجة راح يحلل لي هذا الضوء اللي هو الضوء الأبيض اللي هو جاي من عدة أطوال موجية مثل ضوء القوس قزح، فكل هذه الأطوال الموجية راح تتحلل بزوايا محددة وبالنتيجة راح تطلع لي عدة ألوان أو عدة أطوال موجية. بينما إذا حطيت أو استبدلت الضوء الأبيض بضوء الليزر فالمحلل مجرد أنه راح يعطيني نفس الضوء، واضح؟ لأنه يتكون من طول موجي واحد. الخاصية الثانية اللي هي الكوهيرنسي أو التشاكه. التشاكه إحنا درسنا إنه إذا نجي على الفرق بين الكوهيرنت والإنكوهيرنت، الكوهيرنت معناه إنه كل الموجات تنتقل بنفس الزمن بنفس الساعة بنفس الطور، بينما الإنكوهيرنت اللي هو الضوء الاعتيادي لا، ناتج من عدة فوتونات عدة أطوال موجية عدة ساعات. فهذا فنشوف هذا الشكل هنا أنه كل الموجات شبيهة تمتلك نفس الطور، أوكي، ونفس الساعة، بينما الموجات اللي هنا لا تختلف، شوف، بالطور والساعة. فحتى أعرف أنه الضوء الليزر كيف ممكن يختلف أو الكوهيرنسي مالته كيف ممكن يكون، إذا نفترض أنه هذا هو ضوء الليزر، فالكوهيرنس أو التشاكه مالته ممكن أحس به إذا عندي نقطة هنا، فبعد مرور وقت محدد أو وقت معين أقدر أحسب شقد هذه النقطة. إذا نفترض أن هذه النقطة عند تي، فعند تي نوت أنا أقدر أحسب شقد مقدار هذه النقطة. ليش؟ لأنه هو دا ينتقل بفترة زمنية ثابتة بطور ثابت، إذا ممكن حساب طور أو position of the wave at specific time. بينما الضوء الاعتيادي اللي هو هنا مثلا ناتج عن spark اللي هو الضوء الناتج عن التفريغ الكهربائي، فدا نشوف أنه ينتقل بأطوار مختلفة، فمعنى أنه إذا أريد أحسب، إذا نفترض هذه T هنا هي T نوت اللي هو مثلا هنا after 1 second هنا after 10 seconds، فما راح أقدر أحدد position مال wave. ليش؟ لأنه الأطوار مالته مختلفة. عندي نوعين من التشاكه، تشاكه مكاني وتشاكه زماني. spatial coherence اللي هو التشاكه المكاني، والtemporal coherence اللي هو التشاكه الزماني. التشاكه المكاني هو انه الويف well behaved in space، انه تنتقل بنفس الطور لمسافات بعيدة، بينما التشاكه الزماني هو انه الويف well behaved in time، يعني تبقى لفترات زمنية جدا طويلة، هي تبقى لنفس تملك نفس الطور ونفس الساعة. Directionality نقصد به الاتجاهية العالية للليزر. كلنا نعرف أنه ضوء الليزر ينتقل كحزم
لهذا دائما نسمي ليزر بيم، بينما عادة اللايت نسمي لايت، ما نسمي لايت بيم وإنما نسمي لايت. فالدايركشناليتي هي خاصية جدا مهمة للليزر، بمعنى أنه ينتقل بخطوط مستقيمة لمسافات جدا طويلة، بينما الضوء الاعتيادي لا، راح مثل ما نشوف هنا أنه راح ينتشر لمساحة جدا عالية، وبالنتيجة ما ينتقل لمسافة عالية لمسافة طويلة عفوا. هذه الانتشار نسميه الناتج ضوء الليزر حقيقة ما يبقى ينتقل بخطوط مستقيمة لمسافات جدا طويلة، وإنما بعد مسافة معينة خلينا نقول 1 كيلومتر 2 كيلومتر راح يبدي ينفرج. زين، فممكن قياس انفراجية الضوء الليزر، أو هذه قيمة الانفراجية حقيقة تعتمد على عدة عوامل، عوامل تخص نوعية المرنان، وعوامل تخص المكان اللي ينتقل به أو الميديوم. فحتى نحسب زاوية انفراج ضوء الليزر، إذا ضوء الليزر ده يجي بهالاتجاه ده ينفرج، فهذا هو الخط المستقيم، فهذه الزاوية هي زاوية الانفراج اللي نقدر نحسبها من خلال هذه العلاقة اللي تساوي لي لامدا أوفر باي أوميجا نوت. لامدا نعرف أنه هي الطول الموجي، وباي هي النسبة الثابتة 3.14، وأوميجا نوت اللي هي تخصر أو عرض تخصر حزمة الليزر داخل المرنان. راح نجي نعرف بالمحاضرة الجاية أنواع المرنانات وكيف ممكن نحسب عرض حزمة الليزر داخل المرنان. Brightness أيضا استطواعية، استطواعية ترتبط ارتباط وثيق بالintensity أو الشدة، بمعنى أنه أني منين جاي البرايتنس مال الليزر؟ جاي أنه كل الفوتونات اللي طالعة من الليزر هي دا تسقط على الجسم المعين، وبالنتيجة راح تنطي intensity جدا عالية، بينما ضوء الليزر مثل ما تنشوف هنا أنه الفوتونات مالته تنتشر باتجاهات مختلفة، فمن أسقط على خلينا نقول مكان محدد، فراح نشوف أنه الانتنسيتي مالته هنا راح تكون قليلة، لأنه أغلب الفوتونات هي انتشرت باتجاهات مختلفة. هاي الفكرة اللي تكون بها الانتنسيتي أو البرايتنس مال ليزر جدا عالية. حتى نجي نحسب البرايتنس أو الانتنسيتي مال ليزر، نقدر نحسبها اللي تساوي لي الباور أوفر أريا. أوكي، الباور مال ليزر إذا عندي ليزر 1 واط على أريا مثلا خلينا نقول 2، ممكن أنه يكون عندي عادة ضوء الليزر الأريا اللي هي متر سكوير، فممكن أنه طبعا المتر الواط أوفر متر، إذا هذا بالمسائل ممكن أنه تتحول أنه إذا سنتيمتر لازم تتحول إلى متر وهكذا، بعدين نجي نحل مسائل أكثر على هذا الشيء. فبطبيعة الحال الانتنسيتي أو البرايتنس تساوي لي باور أوفر أريا. السبوت سايز هي السبوت سايز مال ليزر، هي عامل جدا مهم، ممكن حسابها عن طريق هذه المعادلة. هذه المعادلة جدا مهمة اللي تساوي لي لامدا أوفر دي في إف، لامدا طول الموجي، دي اللي هي بيم دايمتر، واف هي الفوكال لينث مال اللينس المستخدمة. إلى حد هنا تنتهي عندنا محاضرة الأولى لهذه الأساسيات الليزر، على أمل لقاكم في محاضرة جاية. شكرا جزيلا، مع السلامة.